اوكي بلش باسولت وايد قوي بدايه الماتش. ريتريز قال له وخر ابي اتنفس، خنقتني بالزاويه. لكن ايزانامي من الشخصيات الصعبه شوي التعامل معاها لما تبلش رشينج. لاحظون وايد خرابيط بالشاشه. فوبوكي مسيطر سيطره كامله على الجوله، سيطره كامله، مسح في القاع، مسح في الارض. ما علي يا بيتريز، شل حيلك، هذا ماتش راح يكون صعب. بيتريز يلعب بشخصيه كاغورا، خلنا نشوف سوينج سبيد ماله شوي بطيء، بس عنده سبيسينج حلو اذا قدر يحصله فتشه شوي انه يتنفس. فوبوكي بلش الكورنر بريشر، اوه حاول ياخذ الريست، يطلع منها بيتريز بالزاويه بس مو قادر. أوبرهاد ممتاز من إيزانامي من فوبوكي، وول كاري ممتاز، حاول شغله كله ريست بريست، ماكو رخص ريست اللي بالهواء. بيتريز بلش يأقلم نفسه، الهيلث ليد مو كبير الحين، كل واحد قاعد يحاول يبوس الثاني من بعيد. آخ ويمسك الجيم فوبوكي، مستوى ممتاز. النظرة على وي بيتريز شوي حاس فيك يا بيتريز، حاس فيك، يبي لك تلقى لك طريقة شوي تقدر تتنفس فيها من بين الأسلتس اللي قاعد تصير من فوبوكي. أبركات وايد حلو، بيتريز حاول يلقى له فرصة، بس كاغورا الفريمات مالته شوي بطيئة، يعني لازم يعوض على سوينج سبيد بدمج كثر ما يقدر من ناحية كونفرجنز. سوبر عيمي فوبوكي حاليا ماسك اللعب، سوبر عيمي حاول يلقى له فتشة من بين البلوك سترينجز انه يطلع. طبعا بيتريز حاولة وايد حلوة، لكن ممتاز ممتاز، هذا الحين التعويض، حيبوش لا يبوش، كونفرجن ممتاز، ريست ياخذ الجوله باقناع. بيتريز بلش تاقلم، بلش تاقلم، حلو، خليك شاد حيلك، خليك تنس. ممكن قاعد يحاول يزرق له طريقه، يشوف له طريقه يحاول يزرق له اي طقه ممكن يسوي وراها كونفرجن. استغلت بويشه، وين صد؟ بيتريز شوي قاعد انا اشوف تغيير اسلوب الصبر شوي فايده للحين، ولكن فوبوكي كونفرجن قوي، كونفرجن وايد 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 قوي. وياخذ الجوله، ياخذ الجوله باقناع. بيتريز يمكن قدر بجوله واحده بس يفرض قوته، يفرض هيبته، ولكن ما يكفي، في اكو اشياء اضافيه لازم يحاول انه يصنعها من ناحيه الاستراتيجي ماله، على اساس يقدر يهجم على طريقه وايد، يعني يهجم على شخصيه اساسيه وايد تكنيك واسرع من كاغورا. الحين والله ممتاز، هالفيد وايد زين عند بيتريز، حط الطقات الصغيره هذه تنفع. خليك ناس سمبل، اربع هيد متواصلين بشكل يعني كانتر وايد حلو. هذا لا تقط شيء، انا اشيلك، حطك بالزاويه. وول كاري وايد ممتاز، فوبوكي بحاول يسيطر، عطاه مجال انه يسوي ريست، بس ما رعص شيء بيتريز، يمكن حس ان فيها بيرست. هذه الجولة الصالة، بيتريز شكله قدر يلقى له حل. لكن كاغورا للحين يفرض قوته ويفرض
اللعبة هيلث ليد مو وايد وايد كبير. نشوف الريست شنو راح يسوي بعدها. اوه كنسل ممتاز، كنسل خدرته. تريز قابض اللعب، سكاكر يحاول يزرق له طقه باي طريقه، وهذه هي. نشوف الريست لوين. اوه حيلك اخ، قدر يزرق وراه، قدر يزرق وراه. الحين انا قاعد اشوف المستوى متقارب جدا جدا، ولو ان فوبوكي بالبدايه حاول انه يفرض لعبه على بيتريز. بيتريز بالزاويه يحاول يسوي بوش بلوك كثر ما يقدر يوخر فوبوكي، اضطر يستخدم البرست بالحاله. حلوه كفرج ممتاز. حاول لك سيت اب ثاني. خدره كاغورا وايد 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 خطره، لازم يحسب حساب المسافة اللي ممكن يكون فيها شوي سيف انه يقط فريم يكون بطيء. فوبوكي من بعيد، كونفرجن قوي، لعب وايد 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 قوي.